السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة الإبداع والتميز. دائما أبدع واستمتع. وفيديو جديد النهاردة بنتكلم عن كيفية إضافة حساب الجيميل بتاعك على الأوتلوك، وتقدر تفتح الأوتلوك على الديسكتوب بتاعك وتشوف كل الإيميلات بأكثر من طريقة. أول طريقة إن أنت تفتح الأوتلوك، هتلاقي عن أول خيار عندك حاجة اسمها Let me set up my account manually. هنا هو عشان نخش ونشوف الخيارات بتاعت السيت اب بتاعتنا. هنلاقي من ضمن الخيارات ديت موجود فيها حساب الجوجل بتاعي اهو. نقدر نختار الجوجل من الخيارات اللي عندنا، وبعدين بكل سهولة تكتب اليوزر نيم والباسورد بتاعك اهو. بتكتب الايميل وبعدين الباسورد بتاع الجيميل وتخش. طيب في حالة ان الطريقة ديت ما اشتغلتش كويس، بنخش على الايميل بتاعنا تمام، وبنخش على السيتنجز في الاعدادات علامة الترس، وبننزل على سيتنجز، وبنختار في القائمة اللي فوق حاجة اسمها فوروردنج اند بوب، ونختار تحت الاي ماب ونعمل لها انيبل، ونعمل سيف تشينج. بعد ما سيفت الاعدادات ديت نخش تاني على علامة الجيميل، ونخش على الاكونت بتاعك، وبعدين نعمل ساين ان اند سكيورتي تمام. وننزل تحت هناك هنلاقي خيار اسمه الاو للسكيور اب، ونفتح هنا الخيار دوت. الخيار دوت متعلق بالجيميل، ان هو مش بيفتح الجيميل غير على الابليكيشن اللي بتعتمدها شركة جوجل. فانت هنا بتقول له الاو، يعني بتعمل السماح لبعض البرامج الخارجية. طبعا هنا هو لو انت قلقان من استخدام الايميل بتاعك خارج الخيارات بتاعت الجوجل، ما تفتحش وما تستخدمهوش على الاوتلوك. اما لو انت شايف ان الموضوع عادي، عادي تخش وتعمل لها الاو، وتفتح الخيار بتاع للسكيور اب، وتقدر بذلك تخش على الاوتلوك تاني، ونبدأ عملية تفعيل حساب الجوجل بتاعك اهو. نخش على الفايل، وبعدين نخش على الاكاونت سيتنجز، وجوه الاكاونت سيتنجز تخش تاني اكاونت سيتنجز، ونختار نيو، ونكتب الجيميل بتاعك، حساب الاكاونت بتاع الجيميل، وتكتب الباسورد بتاعت الجيميل، وتعمل كونكت كده اهو. خلاص دان، وهتلاقي الايميلات بتاعتك ابتدت تنزل على الاوتلوك. اما في حاله لو في مشكله وما نزلتش الايميلات بتاعتك، هنخش ان هو تبقى انت اكيد فاتح حاجه اسمها تو ستيب فيريفيكيشن. عشان نقفل التو ستيب فيريفيكيشن او نعمل الاو للاوتلوك ان هو يشتغل، هنخش تاني على خيار ساين ان اند سكيورتي تمام، ونختار ساين ان اند سكيورتي، وننزل تحت على حاجة اسمها تو ستيب فيريفيكيشن، ونتأكد ان هي موجودة. ادي موجودة اهي، تو ستيب فيريفيكيشن متفعلة تمام. عشان كده الطريقة الاولى ما اشتغلتش معانا، فهنخش ان هوت ونختار حاجة اسمها اب باسوردز اللي تحتها على طول، عشان يعمل لنا باسورد للاب اللي هو الاوتلوك يخش بيها. هنخش ان هوت هيقول لك اكتب الايميل تاني والباسورد بتاعتك تمام، ونختار ان هوت الاب اللي انا عايز اعمل له الاو، او ان انا اسمح له يخش الايميل. هنختار اذر، وجوه اذر هنكتب اي حاجة توضيحية، يعني انا بقول خلي الاوتلوك على الويندوز اهو. هيعمل لك جينيريشن دلوقتي لباسورد، هيديك باسورد مخصوص للاوتلوك تخش بيها، تاخدها كوبي وبعدين دان، وترجع تاني للاوتلوك. طبعا الباسورد ديت هتستخدمها بس المرة واحدة بس، لما تخش على الاوتلوك وتسجل فيها حساب الجيميل بتاعك. نعمل تاني نفس الخطوات، فايل بعدين اكونت سيتنجز بعدين اكونت سيتنجز تاني، ونكتب النيو ايميل، تكتب الايميل بتاعك بتاع الجيميل تمام. وهنا بقى هنحط الباسورد الجديدة اللي هو اداها لك مخصوص للاوتلوك اللي انت خدتها كوبي، هنعملها بيست ونقول له كونكت كده. يبقى انت حليت مشكلة تشغيل الجيميل على الاوتلوك باكثر من طريقة. ارجو ان انتوا تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تبخلوش على قناتكم قناة الابداع والتميز بلايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.